مشاهدينا، لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. يعني سيادة الفريق، بعد التحية، الهيئة يعني تبذل جهودا كبيرة لزيادة عائدات القناة من خلال زيادة أعداد وحمولات السفن. ماذا تتوقع من إيرادات بنهاية السنة المالية؟ اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير. ان شاء الله نتوقع ان احنا طبعا فاضل في اخر السنه الماليه، فاضل لها شهر واسبوع تقريبا. احنا نتوقع ان احنا نوصل ل 6 مليار 885 يعني تقريبا 7 مليار. احنا لغايه دلوقتي يعني لسه شهر واسبوع محققين 6 مليار و100 مليون دولار. نعم. يعني في ظل التوسعات والمشاريع العملاقة التي تجرى في قناة السويس، يعني إلى أي مدى استطاعت القناة الحفاظ على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية الراهنة؟ احنا الحمد لله احنا لينا سياسة تسويقية مرنة اتخذناها في أزمة كورونا 2020-21 كلها، كنا عملنا فيها تخفيضات من 17% لغاية 75% للساحل الشرقي الامريكي، ودي احنا حققنا بيها نجاحات كبيره قوي في كورونا. برضو كانت ازمه، كان في نسبه اغلاق كامل للمواني كلها وللعالم كله تقريبا، كان اكبر اغلاق في العالم يعني. احنا الحمد لله برضو بالسياسه اللي احنا عملناها حققنا النتائج. اللي احنا فيه دلوقتي ان احنا برضو معانا نفس السياسه المرنه دي، لغينا بعض التخفيضات لان بقى في دلوقتي تضخم وفي زياده في اسعار البترول وفي زياده في النولون والشحن. وبالتالي احنا عملنا زيادات، يمكن بقى مش تخفيضات، يعني احنا دايما مرنين ان احنا بنزيد وبنقل طبقا للسوق، بنشوف ايه اللي محتاجه. فاحنا عملنا زيادات في يناير من فبراير، بدايه فبراير 6%، وفي مارس وفي مايو عملنا تقريبا 10% في الشهرين. دي يمكن عم حققت لنا اللي احنا النجاح اللي احنا موجودين فيه. كنا بنقول على الازمه الروسيه الاوكرانيه، احنا كنا متوقعين ان هيبقى فيه من اول خالص، انا قلت ان في اثار هتبقى للازمه دي على قناه السويس اثار سلبيه وفي اثار ايجابيه. الحمد لله الاثار الايجابيه تفوقت على الاثار السلبيه، اللي هي ايه هي الاثار الايجابيه دي؟ زياده تجاره البترول الخام كله ومنتجاته عبر قناه السويس اللي جايه من الخليج الى اوروبا وامريكا كبديل للبترول الروسي. السلبي هو تراجع تجاره منطقه البحر الاسود طبعا العابره للقناه عشان تروح شرق اسيا. لكن الحمد لله ان الايجابيه تفوقت بكثير جدا، عشان كده احنا يمكن حققنا مع النسب اللي احنا زودناها في اسعار المرور، حققت معانا النسب اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ان احنا نتوقع ان شاء الله آخر السنة المالية توصل ل 6885، يعني في حدود 7 مليار إن شاء الله. نعم، وما الجديد فيما يخص مشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة لما يتمتع به من أهمية كبيرة نحو زيادة عامل الأمان الملاحي، كذلك أيضا زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة؟ تمام يا فندم، احنا طبعا مشروع كان صد عليه سيادة الرئيس في مايو اللي فات، وبدأنا على طول فور التصديق. المشروع بيعمل في 40 كيلو جنوبا من الكيلو 122 للكيلو 162، منهم ازدواج الكيلو 122 للكيلو 132 اللي هي البحارات المره الصغرى، وده هيسمح بزياده عدد السفن داخل المجرى الملاحي في السفن. وبعدين 30 كيلو تانيين من الكيلو 132 للكيلو 162 جنوبا، احنا بنعمل توسعه على جهه الشرق 40 متر، وبنعمل تعميق من 66 قدم ل 72 قدم، ده هيحسن حركه الملاحه في الجزء الصعب دول بنسبه حوالي 28% يعني تقريبا 30%، لان الجزء دول التيار والريح بيأثر كبير جدا على دفة المركب وهي جايه من الجنوب، علاوه على ان المنحنيات فيه والكيرفات فيه حاده قوي، فكانت بتأثر، هيشعر الاباطين بتوع المراكب. ان شاء الله السنه الجايه بقى احنا نفتتح المشروع ده باذن الله، تشريف سياده الرئيس باذن الله، هيشعروا بفرق كبير جدا عن ما كان قبل كده. نعم، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوافية.